حسين الشحات انتهى تعاقده ويناير اغلق ماشي، رامي ربيعه انتهى تعاقده ويناير اغلق، ياسر ابراهيم انتهى تعاقده، محمود متولي، ايمن قشط ينتهى تعاقده بنهايه هذا العام هذا الموسم، ويناير خلص، ويناير خلص، ويحق لهم التوقيع في اي نادي. فطبعا انا مش هبقى هنا مع الفرقه وما دعبستش في الموضوع يعني، رغم ان امير توفيق مش موجود، لكن موجود المهندس عادل القيعي ربنا يمتعه بالصحه والعافيه، الذي بيحظى بتقدير واحترام المسؤولين المغاربه المسؤولين عن كره القدم، وخاصه الاستاذ فوزي لقجع وكل اعضاء الجامعه المغاربيه والاتحاد الدولي لكره القدم. عرفوا ان ده رئيس شركه الاهلي لكره القدم، ولسنه ولخبراته والحكايه والروايه. النهارده الراجل كان جاي يقعد معانا، قال لا انت تيجي تقعد في 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 اي بي، يعني دول قاعدين في الفي اي بي، انت تيجي تقعد في في اي بي. فقعد بقى جنب الشله الكبيره النجوم الكبار في عالم كره القدم في المقصوره يعني. فالفرق سألت في موضوع الرباعي ده هتعملوا ايه، قالوا ان الاستاذ امير توفيق شفاه الله وعفاه جد اتفق مع اللعيبه على كل ووكلاءهم على كل حاجه، وان العقود سوف تكون جاهزه بعد العوده من المونديال ان شاء الله، يرجعوا على مصر يمضوا ويحرجوا استقرار فني وكده. النهارده حسين الشحات اللي عمل جون جميل جدا، هو طالع كده الناس قعدت تقلف وتقول لك ده متضايق ومش متضايق، وممكن مرتضى يضحك عليه، وممكن يديله فلوس، وممكن بيراميدز يغريه، وممكن مش عارف مين يروح فين ويجي منين، وحاجات بالشكل ده. لا، الرباعي اللي بتنتهي عقوده الاهلي خلص كل الاتفاقات معاهم ومع وكلائهم، وسيتم تجديد عقودهم باذن الله تعالى فور العوده الى القاهره. طيب السؤال الجميل بقى، وده الجمهور النادي الاهلي العظيم اللي في كل مكان، يا بيع له باللايك يا بيه، يا بيع له باللايك يا بيه، يا عم ايهاب مصطفى اضرب اللايك، انت مكتوب غياب في اللايك والله، اضرب اللايك يا بيه بعد اذنك. يسعدكم ربنا، الفرحه جميله وحلوه والانتصار جميل وعظيم، والله العظيم اجمل حاجه عجبتني النهارده هو حضور جمهور الكره المغربيه بهذه العدد وهذه الكثافه لدعم النادي الاهلي. قد ايه الشعب المغربي ده شعب عظيم وطيب ومحترم وصاين للجميل، وصاين للجميل. يعني بيقول لك انتوا كنتوا فرحانين ليه؟ ما احنا لازم نفرح لكم. قال لك كمان ما احنا هنيجي نساندكم ونفرح لكم. ليه يعني ما نجيش نساندكم ونفرح لكم؟ وبعدين جايين اسر وعائلات مغاربيه محترمه وبينجحوا حدث عالمي بالنسبه لهم، بينجحوا حدث عالمي مهم بالنسبه لهم. المهم اللعيبه دي ولا واحد فيهم اتفاوض مع اي نادي خلال شهر يناير، ولا لاعب، ولا لاعب راح قال لك هتفاوض مع النادي الفلاني او العلاني او اصل النادي الفلاني جايب له وقال له. ليه؟ لان الاهلي لا يقارن، دي القاعده اللي محطوطه، والاهلي اكبر من ان يقارن، واللي بيمشي من الاهلي زي ما قال الخطيب زعلان عليهم مش زعلان منه، ولو واحد راح قال لهم انا جاي لعرض بالشيء الفلاني وعاوز امشي قال لهم امشي، المشكله يعني احنا مش زعلانين منك، احنا زعلانين عليك. ليه؟ هتخسر جماهيريه عظيمه من جمهور النادي الاهلي العظيم، هتخسر وضع ادبي مهم بعد الاعتزال، وهكذا يعني. فالفكره ان الناس بتحترم وتقدر النادي الاهلي، لعيبه الاهلي، ما فيهمش حد بيساوم، واي حد يقول لك الكلام ده اوعى تصدقه، اوعى تصدقه. الوحيد اللي طلب حسين الشحات، ما طلبش فلوس، قال يعني اتمنى التقدير المالي والادبي، انا ضحيت من اجل النادي الاهلي في التعاقد الماضي، وانا جاي من العين الاماراتي، ربنا يحفظه ويحفظ اهل الامارات كلها وشعبا وحكاما، ويعني يعني يمتعهم بالامن والامان دايما يا رب. فقال لك انا ضحيت، عاملوني بس فيها اولى، ده طلبه بس. فالاهلي بيظبط الدنيا والرباعي مكمل مع النادي الاهلي باذن الله تعالى. طيب لايك وشير وصلي على الزين. الكوميديا السوداء لا تنتهي، الكوميديا السوداء لا تنتهي، وفي حاجات بتحصل غريبه لكن في عالم كره القدم، لكن اغرب ما يحدث وما يدور هو ما يحدث داخل جنبات نادي الزمالك. النهارده خلاص رجع بألف سلامه، بألف سلامه، رجع بألف سلامه جدو فيريرا. جدو فيريرا اللي اقنعونا ان هو خرف، واقنعونا ان هو عنيد، واقنعونا ان هو المسؤول عن ضياع 19 نقطه، ودلوقتي عايزين يقنعونا ان فيريرا عظيم وجميل وحنين وكويس، وان هو ما كانش طالب اي حاجه، ولا هو عمل
تسبب في تراجع الفرقة ولا أي حاجة، ده الموضوع بس يعني احنا كنا بنجرب لو ما يمشي هيزعل ولا مش هيزعل بس. فرجع فيريرا وقال لك فيريرا رجع، وأسامة نبيه اللي طلب انه يرجع، أسامة نبيه اللي فيريرا مشاه وقال انا مش عاوزه من عدة اسابيع، هو دلوقتي اللي بيرجع فيريرا. طب هو دور مجلس الإدارة على المدفع ايه يا فندم؟ يعني دور مجلس الإدارة على المدفع ان المدرب او المساعد هو اللي بيدير، ولا في إدارة عندها فكر ورؤية في قرار؟ طيب يا سيدي، فيريرا راجع لسبب واحد فقط، عشان ما ياخدش الشرط الجزائي، وعشان ما يشتكيش في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعشان عقد الراجل معمول قانونيا بالضبة والمفتاح، ياخد 6 شهور. 6 شهور دول داخلين في 660,000 دولار، ده بخلاف اجره عن شهرين متاخرين، يعني انت بتتكلم في مليون دولار الراجل ياخده، او 800,000 دولار وشويه، وبالتالي 900 بالظبط كده، 660 و210 بتتكلم في 880,000 دولار، ماشي الحال. ف يعني مساله عند جمهور نادي الزمالك، الناس بعتالي بيقولوا لي الكلام، طول ما اتكلم ايه دي كوميديا يا جماعه؟ يا جماعه انا مع الاهلي في المونديال، هتكلم في فيريرا وعوده فيريرا وكلام من ده؟ يا جماعه ما ينفعش اتكلم في الامور دي بصراحه. فقولي لا دي كوميديا، واحنا مش عارفين الاداره عاوزه ايه، ولا الاداره بتسوي ايه، ولا النادي الزمالك رايح على فين، وهل ده بعد شويه لما الزمالك يخسر مثلا مباراه ولا مباراتين هنيجي نقول ده احنا رجعنا لكم فيريرا اللي الجمهور كان عاوزه، ولا نقول رجعنا لكم فيريرا عشان ما عندناش فلوس ندفع له الشرط الجزائي، ولا ايه اللي بيحصل؟ في الاخر اداره نادي الزمالك تمتاز عن كافه ادارات الانديه في جميع انحاء العالم بانها تقنعك بالشيء وعكسه. عارفين المدرسه السوفسطائيه في الفلسفه اللي هي تقنعك بشيء في الصباح وتقنعك بعكسه في المساء وترص لك الحجج؟ هي دي، قال لك ده راجل كذا وكذا وكذا وقررنا اقل، ماشي. والقرارات ايه؟ 9-1، اوعى تنسى قرار مجلس الاداره. دلوقتي قرار مجلس الاداره بيلغيه اسامه نبيه وفقا لرئيس نادي الزمالك اللي هو المدرب المساعد اللي في الجهاز، هو اللي بيلغي مجلس الاداره. يا جماعه ايه الكوميديا دي؟ هو من يدير؟ طب انتوا بتاخدوا قراركم بناء على ايه؟ كلام صعب جدا.